فلما جاء فلما دات ما حوله ذهب الله بنور وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون او كسيب من السماء من السواي حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما دعا لهم مشوا فيه وإذا أظلم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها حجارة أعدت للكافرين.